نهاجي فوما شانوي جمال شانوي جي برهمي جان جيني وجدهنريا عبد الرحمن إبراهيم تشكيش دكين لإستقبال ريشانوي جي هر يك جي بريز ميديا بيان إلى الرأي العام. تأسست جائزة اتحاد مثقفي رجاوي كردستان للإبداع في قامشلو عام 2016، وهي جائزة تشرف عليها الهيئة الإدارية لهراركي وقيمتها $1000 بالإضافة إلى درع الاتحاد. تسعى الجائزة لتكريم أحد المبدعين الكرد تقديراً لدوره في تطوير الساحة الثقافية الكردية نحو الأفضل، وهي مكافأة التميز والإبداع وتشجيعاً للأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية، وحرصاً على رفع مستوى الإبداع على أسس الجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرية. إن معايير اختيار الفائز ترتكز على تجربته بشكل عام وتأثيره على الساحة الثقافية في روجافا وسوريا ومناطق الوجود الكردي بشكل عام، علما أن النسخة الأولى من الجائزة كانت من نصيب الفنان التشكيلي زهير حسيب عام 2018، وكان المانح السيد أكرم جمو، والنسخة الثانية من الجائزة كانت مناصفة بين كل من الفنان رشيد الصوفي والفنان محمد علي شاكر عام 2019، وكان المانح السيد كاميران حسين حوران. في هذه السنة جاءت جائزة هراركي للإبداع مناصفة بين مبدعين خدما الكثير للغة والثقافة الكردية خلال تاريخهما الإبداعي المميز والممتد لسنوات طويلة. منح من وقتهما الكثير من الاهتمام بالأدب الكردي بشكل عام، لكل واحد منهما بصمته الواضحة والمميزة عن الآخر، نجمان ساطعان في سماء البحث اللغوي الكردي وتاريخ الكردي أيضا، وثقا وكشفا لنا كنوز لغتنا العريقة ودرر بلاد الكرد في كل الجهات وكان معينا ومصدرا ينهل منه الوارد إلى اللغة الكردية ويروي ظمأه ويسقي عطشه من ثمار الباحثين ومؤلفاتهما القيمة. وستبقى المكتبة الكردية تفتخر بهما عاما بعد عام وجيلا بعد جيل، لأنهما قدما روائع أدبية خالدة، لذا استحقا جائزة هراركي الإبداعية السنوية بكل جدارة وحق. الجائزة لكل من المبدعين دحام عبد الفتاح ومروان بركات. مبروك لهما هذه الجائزة وهذا التكريم، والشكر الجزيل للمعهد الكردي في بروكسل، الهيئة الإدارية لاتحاد مثقفي روجافاي كردستان.